اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. قرار سري اليوم 9:24 على سبيل العجالة حاولت تسجيل هذا الفيديو لنقل ان الجيش الالماني قرر وبشكل مباشر وعبر مؤسسته خلية الاستراتيجية أن يدخل النووي في مرحلة السرية العالية خدمة لأمن ألمانيا. معنى ذلك بطريقة ما أن النووي اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من العقيدة الألمانية من جهة، عقيدة الجيش الألماني. الجيش الألماني هو الذي قرر، بل أكثر من ذلك هناك تعاون مع الساسة على وجه التحديد بخصوص إلغاء كل البرامج النووية الروسية بما فيها التي في فنلندا. فنلندا من جهتها قررت بشكل نهائي تجميد كل المفاعلات النووية. هناك مفاعل واحد نووي إلى حدود هذه اللحظة، وهناك برمجة لمفاعلات أخرى. القرار الأساسي في فنلندا أن العقد الذي ما بين فنلندا وروسيا حول هذا المفاعل توقف، وتوقف جميع البرنامج النووي. ودخل الفنلنديون لأول مرة إلى جانب الجيش الألماني في ما سمي بمظلة نووية واحدة تجعل من الجيش الفنلندي. القرار اليوم للقوات الفنلندية، ونتيجة الاتفاقية الأخيرة 24 من أبريل، وجدنا أن الجيش الفنلندي وبعد مفاوضات مباشرة مع الجيش الألماني أوقف وبشكل نهائي جميع المشاريع النووية، فيما قرر الجيش الألماني من جهته البدء في مرحلة سرية أو تسخير بما سمي بتسخير النووي وكل الوسائل المتاحة لدعم في الدفاع عن ألمانيا وهذا هو المهم، وعن حلفائها. المسألة لا تتعلق الآن فقط بالنيتو، المسألة تتعلق بألمانيا وحلفائها، وتتعلق بقرار للجيش الألماني وباستخدام كل الوسائل بما فيها النووي، وأيضا اعتبار النووي يدخل السرية في تجربة قد تندفع بشكل مباشر نحو برنامج نووي ألماني، والعودة إلى البرنامج النووي الأسترالي والألماني، ودخول الياباني في مرحلة متقدمة للغاية بالنسبة للردع. فإن الجيوش الثلاثة والبرامج الثلاثة كل منها يساوي إما ضد الصين أو ضد روسيا، وفي كل الأحوال فإن التقديرات اليوم هي تقديرات شديدة الحساسية، إذ سنرى أمامنا أكثر من خلاصة. أولاها تغيير العقيدة النووية التي تتمسك بها الآن روسيا. روسيا ليس لديها اليوم سوى منفذ واحد، الذهاب مباشرة إلى رفع السماعة مع الأمريكيين، والذهاب مرة أخرى إلى تسقيف حركة الانتشار النووي وغير ذلك، أو يذهب الموضوع باتجاه تحويل ألمانيا إلى نووية وتحويل إيران إلى نووية عسكريا. لا نقصد البرامج النووية، يعني البرنامج النووي العسكري الآن في إيران يساوي تماما الأسترالي لدى الأنجلو أمريكي عندما جعل من اليابان أستراليا ألمانيا قوى النووية. فإن إيران أيضا كجزء من منظومة روسية ستتحول أيضا إلى النووي، وهذا شيء مؤكد الآن. هناك فارق 6 أيام إلى 7 أيام لصناعتها، فالكل معد والقرار قرار سياسي، وهذا ما نبهنا إليه في وقت سابق، والآن كل التقارير تذهب بهذا الاتجاه. المسألة الثانية أن الظرف الدولي يسمح بهذه القفزة، وهذا شيء واضح للغاية. لكن من المهم هنا أن يتأكد الجميع أن التقنية النووية الألمانية كان لديها كانت قريبة جدا من البرنامج النووي الأمريكي.
من جهة ليس في استغلال فقط الرؤوس النووية للنيتو على أراضي ألمانيا، وإنما أيضا شراء الاف 35 كخطوة أخرى، وبعدها مباشرة لاحظنا الترسانة النووية بهذا الاتجاه. إذن كل التقديرات اليوم تذهب نحو النووي الألماني، والنووي الألماني الآن لا يريد، والألماني النووي الآن لا يريد منه بأي حال على الأقل الأمريكي أن يتمسك برؤوسه. هذا يعني الرؤوس النووية التي في الاف 35 المحمولة عبر الاف 35 تجاوزها الألمان إلى صناعة رؤوس موازية مع تعديلات في الاتفاق حول الاف 35. فالاف 35 المؤهلة لحمل رؤوس نووية، وهذه الرؤوس النووية لدى ألمانيا الحق في تعديل كل ما يتعلق بنووي الاف 35، وهذا المقصود منه تماما تأهيل رؤوس نووية ألمانية للاستخدام في الاف 35. وهذا هو التطور الاستثنائي بالنسبة للبرنامج النووي العسكري الألماني، وهذا لم يحدث قبلا. لذلك فما يجري الآن هو نوع من الخطوة الأخيرة، الخطوة الأخيرة باتجاه حرب عالمية حقيقية لن تبدأ الآن إلا ما بعد أن يصل العالم إلى أحد خيارين، الخيار الأول هو خيار الحرب النووية الثالثة أو الحرب العالمية الثالثة، والخيار الآخر هو خيار الانتشار النووي بما يضمن عدم وجود حرب. وبالتالي فإن الخرائط اليوم غير مستقرة، كما لاحظنا روسيا تتقدم إلى أوكرانيا، إلى جزء من جورجيا، إلى آخره. هذا لن يسمح به أحد بعد الآن، ولأن أوكرانيا ليست نووية، وهذا الربط الذي حدث تاريخيا ما بين البرنامج النووي الأوكراني وما بين روسيا، مطامع روسيا كانت ميتة مع نووي أوكرانيا. بعد ذهاب نووي أوكرانيا لاحظنا مطامع روسية. لذلك هو الأمر من الآن فصاعدا لا حماية لأي دولة من خارج الردع النووي. هذا الاعتبار يوجد لدى الألمان، لا يهم أن تبني اقتصادا قويا، إنما أن تبني ردعا نوويا. إن هذا هو التحول الذي حدث للعالم. لذلك فالانتشار اليوم انتشار بدأه أساسا البريطاني قبل أن نراه لدى روسيا مع أوكرانيا، وجدناه مع أستراليا ومع الغواصات النووية المعروفة، وهذه الصفقة المثيرة للجدل ما بين الصفقة الأسترالية البريطانية الأمريكية والتي أزاحت فرنسا كحليف. لكن لا يهم كل هذا بالنسبة للغرب، باقي الغرب، أقصد ألمانيا، باقي الغرب الذي يراقب العملية. فعندما لاحظنا أن هذه العملية اليوم المعقدة للغاية جعلت من البرنامج النووي الياباني ومن ثم الألماني جزء لا يتجزأ من أمن النيتو، هذا ليس المقصود منه تماما انتشار الرؤوس النووية الأمريكية، لأن هذا غير مفيد، إنما البرنامج النووي الألماني كما تريد ألمانيا أن تحمي بها نفسها، يعني تهديد الخطر الوجودي. نحن لا نتحدث اليوم عن خطر استراتيجي، هذا الخطر الذي يمكن استيعابه، يمكن الوصول معه إلى تفاهمات، لكن الآن في خطر وجودي، هذا الذي عانى منه الأوكران. الأوكران كان خطرهم بوصول القوات الروسية إلى كييف خطر محو أوكرانيا، وهذا كان هدف لم يكن عاديا، كان هدف ضمن الأهداف. الظروف لم تسمح، المقاومة لم تسمح، ولكن كان هدفا من الأهداف، وهذا الذي لن يسمح به لا الجيش الياباني وشعب اليابان ولا ألمانيا. إذن قرار الجيش الألماني في هذه الفترة وفي هذه المرحلة بالوصول إلى هذا الاستنتاج، هذا يعني مباشرة أننا أمام اعتبار رئيس
ألمانيا تتغير ببساطة شديدة تماما كما أستراليا في جيشها البري. أيضا سيستخدم الرادار الجيش الياباني وأخيرا الجيش الألماني. إنها القوى التي ستصبح جيوشها نووية، وسيكون الردع النووي هو الأساس في المعادلة القادمة. إذن المعادلة التي بدأتها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي ونهجها لاستراتيجية جعلت من أستراليا نووية، وتغيرت المعادلة جذريا، وتخوف الجميع من مثل هذا التحول. لذلك فبالنسبة لما يجري الآن هو نوع من انكشاف الخطة البريطانية التي كانت تدرك ماذا يريد الروس. ولذلك فبالنسبة إليها كانت ضربة وقائية كشفت ماذا يخبئه تماما بوتين، وما يريده الصين من ضربة الغواصة النووية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي. إذن كان التحول من هذه اللحظات التي كان فيها اعتبار القوة أساس، مظهر من مظاهر القوة أساس من أجل إعادة تشكيل العالم الثلاثية، وما يسمى بالقوى الثلاث العظمى، وهذا صرح به تماما الرئيس الصيني، نقلناه في حينه. لذلك فبالنسبة لما يجري الآن هو التحول الذي سيكون معه ما سمي بالقوى الثلاث. أيضا لدى الغرب الآن لديه أستراليا ألمانيا اليابان لدعم خارطته، وهذه القوى وهذه الجيوش ستتحول إلى نووية. في نفس الآن فإن روسيا قد تغير أيضا من نهجها تجاه إيران نووية وتجاه حلفاء آخرين، ستحاول أن تصل إلى استراتيجية أخرى دولية انطلاقا مما يجري الآن. لذلك فقرار الجيش الألماني قرار جريء غير مسبوق، ويعني التحول الاستثنائي الذي لم يكن ليلاحظه المراقبون على الأقل في 2021. كل هؤلاء المراقبين الكلاسيكيين لم يكن يتوهموا أو يحلموا أو لديهم أدنى اعتبار لهذه التحولات التي تحدث الآن. إذن العالم اليوم يعرف تحول كبير جدا وغير قابل لإعادة الإدارة إلا بتفاهمات كبرى ينتظرها الجميع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.